يعني بعرف انه كتار منكم بيعانوا مثل ما انا بعاني، مثل يعني مثل كل يوم بنعاني نفس المعاناة، يلي وقت بنكون عم نشتغل على الفيسبوك بنفتح بنلاقي كله ريكوست من العاب سمول فيل وفارم فيل وما بعرف مين كم فيل، وكله بدهن بتعرفوا كيف يعني. بصير انا هون انهيارات عصبيه، عبالي ابعث لهم مسج لهم حلوا عني. اليوم رح نحكي عن هالموضوع مع كيندا لنشوف اذا بيستفيدوا بس يلعبوا هيدي اللعبه يلي عم نحكي عنها الفارم فيل ولا لا، وشو الموضوع مع كيندا بارض ورد. بالبدايه بونجور، صباح الخير. اونلاين فارمينج شو القصه؟ ايه لا بدي أعلم. يعني انا ما رح اسالك، كنت بدي اسالك بتحبي تلعبي وحده من هال ليه بدي العب؟ ليه بدي احب؟ اذا كنت ما بعرف اذا كنت بالاساس بحب رح بطل على قد ما عندي ريكوست بيجي كل يوم عرفوني اياها. بس مش بس على هالانواع من الالعاب، انما مع كل الالعاب. ايه على كل الالعاب. انا بطبيعتي ما بحب يعني الالعاب او شيء من هيدا. وهيدا مرض العصر اذا فينا نقول. بعرف انه كتار مثلي كمان رولا كتير بيجينا ريكوست على كثير من الالعاب يلي هي موجوده اونلاين او حتى يلي بتنزل ابلكيشن، وفي كثير ناس بيصير في عندهم ادكشن عليهم. بس في يعني انا اذا بدي احكي بمجالي، في صار كثير العاب بمجال الزرع والزراعه، ذكرتي منها الفارم فيل 1 و2 هيدي، حتى بالعربي صار في شيء اسمه مزرعتي السعيده، وفي كثير في كثير العاب من هالنوعيه هيدي، وكثير كثار اكيد الناس يلي بيلعبوا هاللعبه. هلا ليش؟ هو لانه وحده من الالعاب التكنولوجيه، او هي لانه تعنى بموضوع الزراعه. رح نشوف بها التقرير، بنرجع بندردش شوي سوا انا وياك. تمام يلا. اللعبة اللي بفضلها هي هيدي، بتعمل لودنج بسرعة. بحب الزراعة، ولا مرة كان عندي أرض لأزرع وأحصد، بالهيدي بزرع بحصد ببيع بشتري. في حيوانات كتير عندي بطعميهم، بعمل علف للحيوانات، بعمل درة، كتير قصص ما فيي أعملها عادة بعملها بالهيدي. مثلا بقدر من خلاله طلع فحم، بقدر اعمل خواتم ذهب، بقدر بيعهم. بعرف اثنين لعبتهم، هنا فارم فيل وهيدي. هول هن جوزي بيلعب فارم فيل واخذها نص وقته تقريبا. بحبها لانه فيها شغل، فيها مثلا بيوعى بالليل بتعمل بقر ما بعرف شو. لعبتي المفضله الفارم فيل اكيد. شو بحب فيها؟ بحب فيها كل شيء، يعني بحسها عالم خاص بالنسبة لي. بسألو بيعلموا الواحد كم شغلة انترستينج، مثل مثلا some kind of pies، كيف نعملهم، شو بنحط ingredients بقلبهم. ايه انا بشوفهم ايه فعلا beneficial. موبايل ابليكيشنز يعني موجودين على الهواتف النقالي او على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، هن العاب بعاد شوي عن واقع الحقيقي من الزراعة، قريب كتير من واقع الانترتينمنت. او معلق فيها جهاد جوزي لانه في اشياء، يعني اشياء ما بيعملها بالحياه العاديه بيعملها بهالجيم، فبحبها. بيزرع بيحصد بيشتري ببيع. الواحد ما بيقدر يعملها بالحياه بس بيقدر يتسلى فيها على التليفون. المسؤوليه، بحس انه لازم عندي اوردرات لازم اوديها، ودائما الايفنتس اللي بتجي لازم اخلص كل شيء مطلوب مني قبل ما تخلص الايفنت. فحلو كتير، صرت بالليفل كمان حلو، يعني صرت بال55. الكونسيبت تبع اللعبه مبني على قله الصبر، انه انا من هون هن بيجيبوا المصاري، من هون بيعملوا ارباحهم الشركات. قله الصبر بمعنى انه بدي ازرع وبدي احصد بسرعه لتكبر المزرعه. الانواع الشجريه النادره مثلا بدهم كتير وقت ليجوا، او فيك تشتريهم.
المحصول بده 24 48 ساعه ليطلع لتحصديه، بينما اذا اشتريتي السرعه ممكن تحصديه بدقائق قليله. فمن هون بيجي مبدا الدفع، ومن هون بيجي مبدا الربح عند هالشركات، تلعب على الفضول وعلى قله الصبر بهالموضوع. هون انه في قصص ما بيعملها الواحد بالحياه، فحلو اذا كنت على ابلكيشن يجربه. علمتني المسؤوليه والزراعه. ما في احصاءات دقيقه لعدد العالم يلي عم تلعب بهالالعاب هي، بس الفارمفيل بالتحديد، يعني عم بحكي عائله الفارمفيل بالكامل، طلعت عن الملايين من المستخدمين. شو كان ده؟ طلع في ناس مزبوط مثل ما كنا عم نحكي عندهم ادكشن، وفي ناس بحسوا بمسؤولية مثل البنت اللي كانت عم تحكي. غيرت رأيك شي؟ عم جرب اتقبل اللي عم بيصير حوالي. ففي ناس عندهم مسؤوليه، بحسوا انه بدهم الصرف يرجعوا لحتى يهتموا بالمزرعه، وفي ناس بيقولوا انه كانه بيتعلموا شوي انه من الانجريديون شو بدهم يحطوا وكيف بدهم يزرعوا وهالتفاصيل. هلا اكتريت هالالعاب بتعطيك نظام كامل متكامل، يعني اذا بتشوفي بالتعليقات الاشخاص يلي انسالوا من الزرع من البدايه، يعني من البذور لبين ما يطلع الزرع، وإذا كان مهتمين فيهم رح يبسوا، وبعدين منبيع من المحصول بنرجع نشتري شيء تاني تنرجع نعمل إنتاج لأنواع تانية من النباتات. وهو مثل ما قلت نظام متكامل، حتى في حيوانات ومواشي وكل هالأشياء هيدي، وكأنك أنت بعالم حقيقي، بس هو بالحقيقة عالم خيالي. كمان إذا بتشوفي أجوبة الأشخاص يلي انسألوا، بتشوفي في كتير أشخاص بيلعبوا لأنه فيها هيدا الانتراكشن أو التفاعل يلي هو موجود، وناس كتير بتقول انه لانه ما بيقدر يعمل هالاشياء بالحياة الحقيقية بجرب انه تكون نوع من التعويض بلعب لو انها هي بالتكنولوجيا. ولكن اذا بتنتبهي كمان منا كتير ريل، يعني ما بتعكس الواقع، واقع الزراعة، لانه الحصاد يعني. لا الحصاد بيصير بنهار، يعني بتزرع البطاطا اليوم بعد 24 ساعة هيدا بيكون صار وقتها، وإلا بتدبل. تشوفي سأل المزارعين قديش بيخدوا عناء، يعني قديش بيخدوا عناء لحتى يحصدوا محصولهم. والأهم من هيك رولا، مثل ما كان عم بيقول عامر، يعني هي كل الألعاب هيدا هي بيست، أو يعني كل هيدا متوقفة على قديش بدها تربح الشركات طبعاً. يلي منزلة هالتطبيقات أو الابليكيشن، وفيك تشتري الوقت. يعني اذا كان انت بكره منك قادره يعني، لانه عندك شغل او لانه ظاهره من البيت وما فيك انك تحصد البطاطا مثلا، اذا بدك تقدري تفوتي تشتري وقت وتقولي انا بدي احصده اليوم بدل بكره. لسوء الحظ هذا الشيء بالزراعه ما بيمشي حال ابدا ابدا، ما بيقطع ابدا. عدا عن هيك مثلا ما بناخذ بعين الاعتبار الامراض اللي ممكن انها تصير للمنتوجات، ما بياخذوا بعين الاعتبار المواسم اكيد. بس في اشياء حلوه انه مزبوط، يعني هي بس وين بيستفيدوا؟ شو وين بيستفيد في هيدا الحس يلي بينما لا منه تضيع وقت. هلا هيدا عصر التكنولوجيا، ما بعرف اذا فينا نسميه تضيع وقت ولا لا، بس في هيدا الشعور يلي بتعطيك اياه مثل ما كتار ذكروا انه فيها حس بالمسؤوليه. هلا مسؤوليه كمان منا حقيقيه، يعني هي فيرتشوال شوي، بس قد ما كان منيحه وبتفوتك بعالم عالم الزراعه، يعني بتعطيك هيدا الشعور بانه انا والله صرت بعرف اني ازرع. هيدا الشعور هيك بيعطيك كمان ساتسفاكشن، او بيعطيك نوع رضا. من الرضا عن النفس. ويمكن منا عاطله كثير. لو يا ريت، يعني انا كنت كمان عم بالي كثير اسال الاشخاص انه هالوقت يلي بتعطوه للالعاب التكنولوجيه مستعدين انه تعطوه لنبته واحده موجوده عندكم بالبيت نهتم فيها عن جد ولا لا؟ بنطرح علي لانه اذا بتسالي بعتقد انه ما بعرف قديش رح يطلع عندك اجوبه انه ما بعرف اذا بتتذكري كمان كان في لعبه الكات يلي بدك تهتمي فيها وتطعميها وتعملها ببرون وكل هول، بتتذكري؟ مزبوط كثير كأسف بيشبه، يعني
مزبوط. وبدها تبكي وفي الالارم وبدك تيجي توقف كثير شبيهه بس يعني بغير 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 مجال بس مزبوط. هي الفكره انه قايمه على انه تعطي يعني تحسس اللي عم بيلعب او يلي مشارك بهالابلكيشن انه هو عن جد فايد بعالم الزراعه وهيك ولكن الحقيقه انه ما عم يتعلم مزبوط يعني قديش الوقت او امتين بيزرع او كيف بده يحصد عم بيتعلق اكثر بعالم خيالي موجود على عالم التكنولوجيا مثل ما قلت منه كثير غلط لانه هيدا هو عالمنا يلي عايشين فيه بس هيك جربوا انه شوي ننقل على العالم الحقيقي هيدا هو الرساله اللي حابه اني اوصلها اليوم على كل حال كمان صار في تطبيقات جديده يلي هي سيميوليشن نوع من سيميوليشن او كثير شبيهه بالوقت وبكيف نهتم بالنباتات وهي صارت اصعب للاشخاص يلي عن جد بحبوا الزراعه هو انه مثلا اذا بتسقي المحصول تبعك بدك تسقيه مضبوط الكميه يلي هو لازم انه ينسقيها والا بيدبل الوقت يلي بياخده هو عن جد الريل تايم يلي بياخده في انواع من هالتطبيقات هيدي يلي بتاخذ الوقت الحقيقي بتاخذ الكميه الحقيقيه اللي بدك اياها وبتزرعي مزبوط شو هي الكميات يلي هي موجوده يعني مثل كل المجالات الباقيه على التكنولوجيا عم تتطور وعم يجربوا قد ما فيهم يشبهوها للواقع ومثل ما قلت اليوم رسالتي لكلياتكم يلي حضرتونا اللي بتلعبوا بهالالعاب او لا إذا شوي من الوقت اللي عم تحطوه بالتكنولوجيا منحوله لنباتات موجودة عندنا رح يعطينا أكيد رضا أكثر بكثير رضا أكبر إيه؟ هذا رأيي على كل حال وعن جد وقتها بيلتقوا فيكم أصحابكم بالفارمفيل كمان بيقولوا لكم كيف جنينتكم اليوم تكونوا عم تجيبون عن جد بمظبوط يعني أنه إيه لا صار عندنا جنينة وصار في زراعة مظبوطة مش فيرتشوال مثل ما كنت عم بتقولي ثانك يو لأليك ميرسي رولا وأنا بليز من أصحابي أو مين ما يكون عم يسمعني ما تبعتوا لي ريكويست بليز رح اوصل لمرحله ان عن جد اهتم بزريعه يعني هيدي بعملها وهيديك ما بلعبها كثير منيح على كل حال ثانك يو لاليك بتوقف مع فصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع كارمن اللي تستقبل طبعا اتصالتكم مباشره على الهواء بزودياك